أهلا بحضراتكم، وكل يوم يعني بنقابلكم على مدى ساعتين في هذا الصباح، ومعانا مجموعة من الموضوعات المختلفة والمتنوعة. النهاردة عندنا موضوع علمي جدا هنناقشه في هذا الصباح، عن نجاح علماء مصريين في تسجيل أول دليل مادي في مصر يكشف ما حدث قبل 70 مليون عام. طبعا الموضوع ده ممكن يهم كل المهتمين بشؤون العلوم والتاريخ والجيولوجيا، يعني موضوع متخصص نوعا ما بس مثير بالنسبة لناس كتير جدا. عندنا أيضا لقاء آخر مع طالب فائز بجائزة الكتاب المترجم عن رواية لكل حلم بريق. احنا طبعا ما زلنا في أجواء معرض الكتاب، رغم أنه المعرض انتهى فعليا يوم الاثنين الماضي، لكن ما زلنا بنتابع الكتب الفايزة وأهم الكتب اللي تم الاحتفاء بيها، وأهم أيضا الأدباء والمفكرين اللي كانوا في المعرض، سواء من الأدباء الكبار أو الشباب. دي موضوعاتنا الرئيسية، بالإضافة إلى جولتنا في عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، وطبعا أخبار الرياضة والاقتصاد ومتابعتنا ليها من خلال أولى نشراتنا الاقتصادية والرياضية. خلينا نروح فاصل قصير، من بعده نبتدي معاكم مباشرة جولة سريعة معتادة بنبتدي بها يومنا عادة في تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. هنبتدي أخبارنا بتدشين محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون أول حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة، اللي بتستمر لمدة أسبوعين من يوم 8 وحتى 24 من فبراير الجاري. نشوف تقرير حول هذه الحملة. تحت شعار لا انتظار لا زحام، وبالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحملة المكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظة خلال الفترة من 8 وحتى 24 من فبراير الجاري. الحملة دي مستمرة أسبوعين في المحافظة، دي بناء على توجيهات معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار، إن احنا ناخد محافظة كنموذج عشان نطعم فيها من خلال فرق ثابتة وفرق متحركة، وان احنا نوصل ونغطي اكبر عدد من المواطنين ان هم يستفيدوا وياخدوا تطعيم ضد كورونا. دي تجربة اول مرة تتنفس في ارض المنوفية، ودي من ثقة الجهاز الوزارة فينا وفريق المنوفية. حضرتك احنا ضمن كأعمال معدية وضع الخطط بخاصة بالإدارات وتكوين الفرق وتوفير جميع الطعوم والمستلزمات اللي بتحتاجها الطعوم. وخلال الحملة تم الدفع ب 1700 فرقة ثابتة ومتنقلة لتطعيم جميع الأعمار بدءا من 12 عاما وحتى كبار السن وذوي الهمم دون اشتراط للتسجيل المسبق في المنظومة الإلكترونية بوزارة الصحة. النهاردة ملحمة بتسطرها الفرق الطبية من خلال 1700 فريق طبي، كل فريق مكون من فردين مسجل بيانات وأحد احد افراد الفريق الطبي للتطعيم. نسهل على المرضى ان هم ياخدوا اللقاح في اسرع وقت، اي حد مترجع من المستشفى لازم ياخد لقاحه في اسرع وقت، التسجيل بقى متاح جدا، السيستم بقى متيسر. تنسيق كامل بين كافه الاجهزه التنفيذيه بالمحافظه وتكثيف الحملات التوعويه وتقديم كافه اوجه الدعم لانجاح الحمله وتحقيق المستهدف منها. شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في حفل جوائز مسابقة صناع التغيير اللي بيشارك فيها عدد من الشباب من 6 دول مختلفة، تم تدريبهم من قبل إحدى المنظمات الدولية الداعمة لصناع التغيير في شتى المجالات. نشوف تقرير.
تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم كافة سبل الدعم لصناع التغيير الاجتماعي من الشباب في مصر والوطن العربي، حيث قامت إحدى المنظمات العالمية بتوزيع جوائز مشروع صناع التغيير على الشباب الفائزين الذين لديهم أفكار ابتكارية للاستفادة من مهاراتهم في احتفالية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي التي تقوم بدعم المشروع. القيادة السياسية دايما بتنادي بالحياة الكريمة لكل مواطن مصري ونبتغيها لكل مواطن عربي، ولكننا نؤمن إيمان شديد أن الحياة الكريمة لا تأتي إلينا ولكن نحن الذين نصنعها. استنفار القوى الشباب والاستثمار فيها وتحفيزهم على ريادة الأعمال وعلى المشاركة المجتمعية وعلى الابتكار، والنهاردة بنشوفهم اللي من أكتر من فترة صغيرة بنحفز الشباب والأطفال يشاركوا في سوق البورصة، يشاركوا في الريادة الاجتماعية، يشاركوا في المشروعات التنموية في القرى بسيطة والنجوع، هو ده من يصنع التغيير. احنا بنحاول اول حاجة مهمة جدا بيتعلمها ناس كتير قوي في العالم في اطفالهم، هو ازاي يبقوا مبتكرين، ازاي يفكروا في مشاكل مجتمعهم، ازاي يحلوها، ازاي يخرجوا بره الصندوق، ازاي ما يشتكوش ولكن يجدوا الحل، اللي احنا بنسميه التفكير التحليلي والابتكاري، فده اللي احنا كان هدف المسابقه. مشروع صناع التغيير هو مشروع نفذته المنظمه بالتعاون مع احدى المدارس التي تقوم بتحسين قدرات الشباب في مصر والوطن العربي، وشارك فيه 60 شابا وفتاة من 6 دول عربية، وخلال رحلتهم مع المنظمة تم تدريبهم وتطوير مهاراتهم. جت فكرة ريفانكشن ان احنا نبرمج الاجهزة الصغيرة اللي هي زي اكسوسكيلتون، هاند اكسوسكيلتون، يساعدهم في التأهيل من البيت ويكون مبرمجة من متخصصين علاج طبيعي، وبرضو ان احنا نعمل بارتنرشيبس مع التأهيل كمؤسسات والعلاج الطبيعي. تعلمت كتير في الكلية عن ازاي نهتم أسناننا وأهمية صحة الفم والأسنان، ولاحظت من الدائرة القريبة مني، من أهلي، من صحابي، من قريتي، وكمان من المجتمع الكبير الموجود حواليا، إن في مشكلة في الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان، وكمان بالطرق والأساليب المفروض الناس تتبعها علشان تهتم بأسنانها. مفيش وعي كفاية بإيه الطرق المفروض نستخدمها، إزاي نغسل أسناننا، إيه الفرش المفروض نستخدمها، إزاي نختار فرشة السنان، إزاي نستخدم الفلوسنج، كل المشاكل دي. بعدين قدمت في يونج تشينج ميكر. وخلال الاحتفالية شارك الفائزون تجاربهم في المجالات المختلفة، كما تم تقديم عدة مبادرات من قبل الشباب المشاركين في المنظمة من مصر ولبنان وتونس وفلسطين والأردن وسوريا. شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشباب المبدعين في مصر والوطن العربي القادرين على إحداث تغيير في المجتمع، فهم بنات المستقبل. ولي الحديني، على هامش النشاط الثقافي والفني اللي بتقدمه دار الأوبرا المصرية، اختتم معرض ريشة في قاعة زياد بكير فعالياته تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا وإشراف الفنان التشكيلي أحمد غويبة. المعرض استمرت فعالياته على مدى 7 أيام وشارك فيه أكثر من 60 فنان من مصر ومختلف دول العالم. نشوف تقرير عن هذا المعرض. بمشاركة أكثر من 60 فنان تشكيلي من مصر ومختلف دول العالم، اختتم معرض ريشة فنان فعالياته بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف الفنان أحمد غويبة. معرض ريشة فنان مشارك فيه حوالي 60 فنان من حوالي 12 دولة عربية وأوروبية، بتتنوع الأعمال هنا بين تصوير فوتوغرافي وتصوير زيت وأعمال نحت وأعمال رصاص اكسسوارات كده خفيفه يعني شويه، وفي اعمال معموله بالاحجار برضو نحت. المعرض الجماعي الذي استمرت فعالياته على مدار 7 أيام ضم العديد من لوحات الفن التشكيلي لأجيال متعددة، وحمل بعض الخامات التي تنوعت بين التصوير الزيتي والفوتوغرافي فضلا عن النحت. دي أنا بعبر بيها عن مصر، شابة بنت صغيرة وبتعزف على الفيولين، ويعني المدينة حواليها أو البلد حواليها وهي بتسمعهم أو بتصحيهم يعني الصبح على الموسيقى. أنا مشارك بقطع فرعونية، فرعوني قديم نحت فرعوني على الجرانيت وعلى حجر جيري. مشارك بقطعتين، قطعة للملك ابن الملك، تمام، حرم أخت
القطعة الأصلية بتاعته في متحف النوبة، وقطعة تانية نصف تمثال نصف الملك نيفورس. هذا وتحرص دار الأوبرا المصرية على استضافة المعارض الفنية لكبار الفنانين في ضوء التنوع الثقافي والفني الذي تقدمه الأوبرا للجمهور. ريشة فنان هو عنوان المعرض الفني الذي انطلقت فعالياته بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة نحو 60 فنان من رواد الفن التشكيلي وشباب الفنانين، بهدف إتاحة الفرصة للمنافسة الهادئة والعمل على دعم وارتقاء الأسلوب الفني لدى الأجيال الواعدة. أمل صبري، النيل. بائع كتب مصري لم تتوفر ليه الفرصة أنه يكمل دراسته وتعليمه، يبلغ من العمر حاليا 62 سنة، لكنه بسبب هذه الظروف بيحاول يساعد الآخرين على استكمال دراستهم وعلى تحصيل المزيد من العلم. خلينا نشوف تقرير عن هذا البائع. مساعدة الآخرين وبالأخص الشباب كان هدف رجل بسيط يبيع الكتب بأسعار زهيدة على الأرصفة في شوارع مدينة الإسكندرية. مجدي رياض البالغ من العمر 62 عاما رجل بسيط ولم يكمل تعليمه وترك دراسته في المرحلة الابتدائية عندما كان طفلا. قرر أن يساعد الآخرين على التعلم والاستفادة من الكتب التي يبيعها. أحب الكتب للناس عشان الناس تقرأ، عشان أنا ما تعلمتش، ما تعلمتش لغاية الآن، يعني ما تعلمتش، فبفيد الناس كلها إن هي تقرأ وتستفاد بالقراية. وبأسعار زهيدة يعرض رياض كتبه على الرصيف في الشارع، وهو يشتهر بين زبائنه المعتادين الذين يعرفون أين يجدوه. رحلة كفاح رياض بدأت في العمل كعامل نظافة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعادة ما كان يساعد في ترتيب الكتب باستخدام الصور على الغلاف. ولقد ساعد العديد من الأشخاص رياض على تعلم القراءة، وذلك حينما التحق بفصول محو الأمية. ويسمح رياض للناس باستعارة وتبديل الكتب عندما ينتهون منها ويأتون إليه طالبين المزيد، ويبلغ سعر تبديل الكتاب 5 جنيهات مقابل تبديل الكتاب الواحد. وتقول إحدى القارئات بأن باعت الكتب في الشارع بمثابة ملاذا آمنا لها، مؤكدة أنها تدخر المال في نهاية كل شهر لشراء الكتب، وتحب القراءة أثناء الجلوس أمام البحر. وأنا صغيرة كان الناس اللي بيبيعوا كتب على الرصيفة هم الملاذ الآمن الوحيد ليا ومصدر السعادة. كنت بقعد احوش كتير قوي علشان خاطر اجي في اخر الشهر اروح اشتري كتاب او حاجه منهم، ولما ما كنتش معايا فلوس كانوا هم بيبدلوا الكتب معايا. باعت الكتب في شوارع مصر يلعبون دورا مهما في مساعده محبي الكتب والقراءه في البلاد على الوصول للكتب باسعار معقوله مقارنه بالمكتبات. بدأ العداء الأردني الكفيف سهيل النشاش ممارسة رياضة العدو في نادي للمكفوفين عام 2010، ومع مرور الوقت أصبح أحد أبرز العدائين المكفوفين في المملكة الأردنية. يمثل سهيل حالياً نادي العطاء الأردني للمكفوفين، وفاز بالعديد من الجوائز في بطولات محلية وإقليمية وعالمية، بما في ذلك المركز الأول في آخر ماراثون ببيروت. عملا بالمثل القائل رب ضارة نافعة، يوضح النشاش أنه فقده البصر هو العنصر الرئيسي اللي قاده ليكتشف موهبته في العدو، حيث لم يكن يقضي قبلها الكثير من الوقت في التمرين، وساعدوا زملاؤه في اكتشاف القائد في شخصيته، لا سيما عندما أدرك أنه الكثير من زملائه المكفوفين يفتقدون مهارات كثيرة يملكها هو. احتفلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش لتصبح أول ملكة في التاج البريطاني تحكم البلاد 70 عاما. البداية الرسمية للاحتفال شهدت إطلاق تحية نيران المدفعية بشكل متزامن في إدنبرا ومتنزه جرين بارك في لندن. وقال القصر الملكي أن الملكة تقضي اليوم بهدوء في منزلها في ساندرينغهام، بيت العطلات الصيفية المفضل لدى الملكة بشرق إنجلترا. إليزابيث اعتلت العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير عام 1952،
وتفوقت إليزابيث الثانية عام 2015 على الملكة فيكتوريا اللي تقلدت التاج عام 1837 وحتى عام 1901 كأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش. جددت الملكة اللي بتبلغ من العمر 95 عاما التعهد الذي قدمته منذ تقليدها في عيد ميلادها 21 بتخصيص حياتها كلها لخدمة المملكة المتحدة والكومنولث. تقوم شركة تايوانية بإعادة تدوير كمامات الوجه المستخدمة كجزء من عملية تصنيع شواحن الهواتف المحمولة اللاسلكية طبعا، وفقا لمعهد ماساتشوستس لدراسة التكنولوجيا. من المقدر أنه ينتج عن وباء كوفيد-19 ما يصل إلى 7000 طن من المخلفات الطبية كل يوم، ومعظمها من الكمامات القابلة للتصرف فيها. طبعا وباء كوفيد-19 ولد موجة كبيرة جدا من المخلفات الطبية معظمها من كمامات الوجه، وذكرت الشركة التايوانية أنها تحول كمامات الوجه المستخدمة إلى أجزاء من الشواحن اللاسلكية للهواتف، وطورت الشركة آلة القمامة اللي بتجمع بين ضاغط التقطيع وذراع ميكانيكي لإنتاج جزء من الشواحن أوتوماتيكيا. يشرح الرئيس التنفيذي للشركة أنه الأمر يتمحور حول إعادة تشكيل البلاستيك اللي بيعثر عليه في معظم كمامات الوجه اللي بيتم التصرف فيها، وتقوم الروبوتات بتقطيع كمامات الوجه وتسخينها وتحويلها إلى نوع من العجينة البلاستيكية. في محاولة لجذب السياح انطلقت عشرات المناطيد الملونة في سماء تشيلي تحمل عدد من الركاب، وتم إجراء مسابقة لعدد من السياح للقيام بهذه الرحلة. تمكن حوالي 400 فائز من أكثر من 50,000 مشارك في المسابقة من الحصول على رحلات جوية بالمنطاد، واستطاع 20 شخص منهم فقط القيام برحلة حرة بمفردهم في المناطيد اللي أطلقت في مهب الريح على ارتفاع عالي. أما باقي الفائزين لم يستطيعوا الصعود لأكثر من 50 متر فوق سطح الأرض. تصدر الفيلم الكوميدي الجديد جاكاس فوريفر أو أحمق للأبد إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، وسجل 23.5 مليون دولار. الفيلم من بطولة جوني نوكسفيل وستيف أوكريس بونتيوس ومن إخراج جيف تريمن، وجاء في المركز الثاني فيلم الخيال العلمي الجديد مون فول أو سقوط فول أو سقوط القمر بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار. الفيلم للمخرج رولاند إيميريش وبطولة هالي باري، باتريك ويلسون، جون برادلي. تراجع فيلم الحركة والمغامرات سبايدر مان نو واي هوم أو سبايدر مان لا عودة إلى الديار من المركز الأول إلى المركز الثالث، مسجلا إيرادات بلغت 9,600,000 دولار. الفيلم بطولة توم هولاند وأندرو غارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس. وتراجع أيضا فيلم الإثارة سكريم أو الصرخة من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 4,730,000 دولار. والفيلم من بطولة جينا أورتيغا، نيفي كامبل، ديفيد أركت، ميليسا باريرا ومن إخراج مات بيتينلي وتيلر جيلت. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي سينج 2 من المركز الثالث إلى المركز الخامس. في حديقة لونج ليت سفاري في بريطانيا ولد صغير حيوان الكوالا في وقت سابق لأوانه ما اعتبره الحراس من المفاجآت السارة جدا. الكوالا من الحيوانات الجرابية اللي يولد الصغير ويقضي 6 أشهر في جراب الأم أو جيب لدى الأم لمدة 6 أشهر متواصلة من النوم والرضاعة حتى يكتمل نموه والقدرة على التعامل مع العالم الخارجي. تعتبر الكوالا من الحيوانات المهددة بالانقراض، ويحاول علماء البيولوجيا التخفيف من الصيد لهذا الحيوان وزيادة التوعية بمخاطر الصيد الجائر الذي يتعرض له الكوالا.
in a virus pouch. We were not really believing yet. We thought maybe it's like a muscle contraction or something. آخر أخبارنا عن حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5.5 أمتار، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر. دي كانت أخبارنا النهاردة اللي بنبتدي بيها معاكم يومنا في هذا الصباح. نروح لفقرة إيروبكس، من بعدها نبتدي معاكم يعني جولات جديدة، وأولها جولة مع أخبار الرياضة، من بعدها أولى وقفتنا الحوارية. صباح الفل، مجهزين لكم بقى النهارده مجموعه تمارين هيعملها لنا كابتن ادهم، نجهز ونشوفكم بعد الفاصل. خلصت التمارين، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من التمارينات اللي عملها لنا كابتن ادم، ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله.